فإنه لشرف عظيم أن أتواجد بينكم اليوم لإحياء ذكرى اليوم العالمي لذوي الإهمال الخاصة في وقفة تكريمية من أجل تحقيق وتشجيعهم وتوجيههم في الحالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ومن هذا المنظر أتوجه بتحية صادقة لأولئك الذين لم تمنعهم الأمور من العطاء والذين أثبتوا أنهم قادرين بالإرادة والعمل والعزيمة على تحدي كل الصعاب ضاربين بذلك المثل للجميع على أنهم جديرين بالاحترام وقادرين على المشاركة في مسيرة البناء المجتمعي. أيها الجمع الكريم، السادة الحضور، أؤكد مرة أخرى على المكانة الأساسية لهذه الفئة، إذ تعتبرها الدولة الجزائرية عصارا أساسيا في النسيج الاجتماعي، لها الحق في التعليم والعمل وممارسة الحياة. 1193 مستفيد إلى غاية شهر نوفمبر 2023 بمبلغ 12,000 دينار جزائري. ثالثا، أما فيما يخص العملية التضامنية فهي دائمة ومستمرة، منها فتح قسم خاص لذوي الهمم سنة أولى ابتداء هذا الموسم، أي الموسم 2023-2024. التدخل العاجل وتقديم مساعدات عينية لمستحقيها، تنظيم أيام تحسيسية مع مختلف القطاعات، وأيام إعلامية حول المقاربية وآفاق مساهمتها في التنمية الاقتصادية وغيرها من الأنشطة والمهام. وفي الأخير، نأمل أن يستشعر كل فرد منا دوره في التعامل والاحترام الواجب لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع. وبالمناسبة، أتقدم بجزيل الشكر وتقدير الطاقم التربوي الإداري للمراكز النفسية البيداغوجية وكذا جهاز النشاط الاجتماعي على المجهودات المبذولة في مناقشة هذه الفئة وتأطيرها والسهر على تأهيلها وإدارتها كل العناية. كذلك الشكر موصول إلى كل الأمهات والآباء الصاهرين على تربية هذه الفئة، وكل واحد منا لديه فرد سواء أحد الأقارب أو أحد العائلة من هذه الفئات ذوي الهمم الخاصة. مرة أخرى تحية تقدير وإجلال وتكريم لكل الأمهات والآباء الصاهرين على تربية هذه الفئة. وفي الأخير، أتقدم بتهانية خاصة لكل أفراد هذه الفئة من المجتمع، أي ذو الاحتياجات الخاصة، وكل عام أبناؤنا وإخواننا ذوي الهمم العالية بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بهذه المناسبة السعيدة، اليوم العالمي للشخص المعاق، أتقدم بالتهاني الخالصة لذوي الهمم على قدراتهم وولاتهم ومصارهم الاجتماعي المهني الدراسي. نحن اليوم في المركز النفسي البيداغوجي بولاية المغير نحتفل بهذه المناسبة تحت إشراف السيد والي الولاية، الذي أعطى اهتماما خاصا واهتماما وحرصه الشديد على تقديم كل المساعدات المادية والمعنوية لهذه الفئة من أجل إدماجهم في الحياة الاجتماعية، حيث نعمل في هذا الإطار على التكفل الأمثل بذوي الهمم على مستوى المركزين. خصصنا بخصوص الإطارات الذين يتكفلون بذوي الهمم على موافقتهم في الحياة اليومية والدراسية فرقة متعددة التخصصات، مختص نفساني عيادي، مختص نفساني أرطغوني، مختص نفساني بيداغوجي، مساعد اجتماعي، من أجل توجيههم ومفارقتهم في الحياة المدرسية. يعملون بجهد كبير من أجل توفير جو هادئ، جو منير، جو رائح يتماشى وقدراتهم مثل أقرانهم في المدارس العادية. نحن بهذا الصدد وفرنا عتاد وأجهزة مختلفة تتمثل في دراجات نارية وأجهزة متحركة تم تقديمها إلى مستحقيها بعد إنجاز تحقيقات اجتماعية متتالية، من أجل أن الاستفادة تتوجه إلى مستحقيها بهذا الشأن. وبفضل قدرات المؤطرين، قدرات
المحسنين لهذه الفئة الذين يرافقون بين في كل لحظة. ارتقينا أنه إنجاز بعض المعارض من أنامل الأطفال من أنامل التلاميذ تحت تأطير المربيين والمربيات، إنجاز بعض وكذلك مشاركتهم في بعض الورشات منها ورشة البستنة، ورشة الفلاحة، الأشغال اليدوية التي تساهم بقسم كبير في تنمية القدرات الذهنية والحركية لمختلف التلاميذ. لهذا وجه الشكر الجزيل إلى إطارات القطاع الذين يساهمون بقسم كبير في مرافقة هذه الفئة ذوي الهمم.